سيداتي سادتي، مرحبا بكم مجددا في الفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج الأسيات 2014. نسعد مجددا باستضافة السيدة لويزا حنون المترشحة لموعد انتخابات الرئاسية 17 أبريل 2014. مرحبا بك سيدتي. الفقرة الثالثة سيدتي هي فقرة تقليدية في البرنامج، تعودنا نعرض فيها بعض الفيديوهات ونطلب منك التعليق، وسيكون لنا في خلال هذه الفيديوهات متسع لطرح بعض النقاط المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمتعلقة بمختلف الملفات. الفيديو الأول. Pour avoir connu un peu Bouteflika, je sais que la seule chose sur laquelle je sois sûr, c'est qu'il veut mourir au pouvoir. Il ne lâchera pas l'affaire, comme on dit, à partir du moment où il est revenu aux affaires. N'oublions pas qu'il a fait partie de tous les putschs qui ont marqué l'histoire de l'État algérien depuis l'indépendance. Sauf qu'à l'époque, il avait organisé pour une première fois avec d'autres au profit de Bembella. Ensuite, il l'a organisé au profit de Boumediene. Aujourd'hui, il se sert lui-même. Mais bien évidemment que cette constitution est faite pour lui, pour répondre à sa volonté de rester et de mourir au pouvoir. Et bien évidemment que si la communauté internationale n'arrive pas à lever l'exception algérienne, cette forme de compromission, de laxisme, qui fait que l'on se montre féroce contre les fraudes en Égypte, en Tunisie ou ailleurs, mais qu'il faut surtout ne rien voir quand il s'agit de l'Algérie, si cette forme de laxisme perdure, si la communauté internationale ne se mobilise pas pour surveiller de manière déterminée, contrôler de manière efficace la machine à frauder qui est l'administration algérienne, il est clair qu'il va passer au lama. Bien. برك نذكر باللي الحزب تاع الدكتور سعدي شارك في الحكومة تاع عبد العزيز بوتفليقة، شارك فيها دعم سياسته وصوته في المجلس الشعبي الوطني على سياسات اللي جات ومعظمها يعني قوانين المالية ولا اللي كانت فظيعة. دونك هذا ديجا نقطة ثانية. النداء اللي وجهه للتدخل الخارجي هو يعرف، وديجا كانت محاولة في 2001 وما نجحتش، ويعرف بلي الشعب الجزائري بكل مكونات تاعو عمره ما يقبل بالتدخل الخارجي. وعلاش؟ باسكو دابور الشعب الجزائري عنده التاريخ تاعو، عنده المحطات اللي تكلمنا عليها قبيله، وينتزع حقوقه بيده، ويعرف بلي التدخل الخارجي في الانتخابات ماشي من اجل الديمقراطيه، انما من اجل فرض اشخاص اللي يكونوا يخدموا المصالح نتاع الشركات المتعدده الجنسيه. سيد لويزا حنون، اون كاستيون متعلقه ب يعني بالدكتور سعيد سعدي. انتم من الاحزاب اللي نضلتوا كثير على قضايا الهويه وقضايا الثقافه وقضايا قضيه الامازيغيه بصفه عامه. احنا 50 سنه بعد استقلال الجزائر مازال عندنا مشكل مع الهويه. vous avez appelé à se réconcilier ou réconcilier l'Algérie avec son identité. كيفاش؟ اي باسكو كان انكار، كان انكار وظلم تاريخي بالنسبه لل يعني الجزء النصف او جزء من الهويه نتاعنا. انكار البعد الامازيغي الاصلي تاع الشعب الجزائري. كلنا في الاصل امازيغ، اللي تعربوا عربهم الاسلام، عربهم الاسلام بمناسبه مع الفتوحات، وبالتالي كان لازم تصحيح هذا الخطا التاريخي. فتم انتزاع ذلك في 2002 جزئيا بدستر التمازيغ لغة وطنية ثانية دون اللجوء للاستفتاء. وعلى فكرة احنا نظرنا من أجل ذلك، وكاين أحزاب، كاين الأحزاب اللي عندها تواجد في منطقة القبائل اللي كانت قاطعت امتنعت ما جاتش ما حضرتش التصويت. ايه احنا بالنسبة لنا يعني باش يعني نكملوا هذا الملف باش ننتقل لشيء واحد آخر. أولا في كل ربوع الوطن
البعد الأمازيغي موجود والطلب موجود من أجل دسترة التمازيغ لغة رسمية ثانية ويكون تعليمها إجباري. إجباري على فكرة رئيس الحكومة المترشح اليوم رئيس الحكومة الأسبق كان اقترح وجا في البرنامج تاعو تشجيع اللهجات يعني أنكور تفرقة ألوغ إحنا نقول بالعكس تقوية اللغة دسترتها إنشاء كتاب الدولة باش تكون دبلجة تكون ترجمة باش نستعملوها في المحاكم نستعملوها وباش على خاطر لازم نقوي اللحمة الوطنية هذا عنده علاقة بتقوية اللحمة الوطنية ثورة تحريرية وحدة الشعب الجزائري بعد الاستقلال كان لازم يعني نعالج مختلف المسائل لكن تعطلنا ودفعنا ثمن حتى اليوم خلاص في 2014 نقول باللي ولكن بون مختلف المترشحين كاين اللي يراوغوا واحد يقول انا نفريها ومن بعد ماهيش واضحه والاخر يقول نرقيها مي طرح واضح بالنسبه للمواطنين وبالنسبه لي على كل حال. شكرا. الفيديو المقبل. Les militaires croient que les djihadistes sont près de cette partie-là et ils nous conseillent de partir parce qu'ils croient qu'ils sont très très proches d'ici. Alors qui sont ces combattants islamistes et d'où viennent-ils ? Des habitants de la ville toute proche de Kasserine sont descendus dans la rue pour crier leur inquiétude. Nous sommes là en solidarité avec nos soldats blessés. Nous sommes contre le terrorisme. Des citoyens effrayés de voir leur pays touché par ces violences. Ne sont pas un pays de terrorisme. Ce qui se passe, c'est très grave. Ça, il y va de l'avenir de la Tunisie. C'est-à-dire que pour la première fois, la Tunisie connaît des actes de terrorisme pareils. Cela va bientôt faire une semaine que les opérations militaires ont commencé ici dans la zone sans que pour l'instant l'armée tunisienne n'ait été capable de faire prisonnier le moindre combattant islamiste. Mais la frontière algérienne n'est qu'à quelques kilomètres. Peut-être sont-ils déjà passés de l'autre côté. Ou se sont-ils tout simplement déplacés vers une autre montagne de la région ? التي تخوفين سيدة لويزا حنون من تكرار تجربة تونس ومصر وليبيا والناس الذين يدعون إلى بعض الحلول المجازفات المخاطرات بالجزائر؟ في الواقع كاين فرق ما بين الثورة اللي صارت اللي يعني تفجرت في تونس لأنها ثورة حقيقية وجات من بعدها المسار الثوري في مصر الباقي ماهيش ثورات هي ثورات مضادة مستوردة مسلحة من الخارج لكن كان تكالب كبير على الثورة التونسية حتى على الثورة المصرية لأن الثورة التونسية عندها مضمون اجتماعي لما تشوف الدستور اللي تم المصادقة عليه ما فيش كلمة الاقتصاد والحقوق الاجتماعية معناه أنه كاين تحريف لثورة مصادرتها وهذه الإدارة الأمريكية اللي خلقت لنا منذ 2010 هذا التوجه الجديد تاع المراحل الانتقالية تاع الديمقراطية بالحركات هذه الإسلاموية اللي هي بالأساس ما تقدرش تكون تقدمية ما تقدرش هي موجودة داخل المجتمعات ماهيش تيارات تقدمية وبالتالي شفنا كيفاش في تونس تقهقر وإحنا خايفين والله قلوبنا مع تونس الشقيقة لكن أنا نظن باللي الشعب التونسي عنده وعي سياسي قوي جدا عندهم تقاليد كبيرة وناضلوا في السرية وكي تشوف النقاش عندهم ثري جدا وحتى المرة الأخيرة لما جاء جون كيري لبلادنا ومعه أمير قطر أنا تبعت واحد حصة نقاش داروها لما أمير قطر حبس عندهم ساعتين برك وعطالوا المرزوقي وسام كيفاش يعني الغضب الشعبي انفجر ويشخصوا شنو هو أمير قطر والدور تاع قطر في تدمير البلدان إلى آخره دونك أنا نظن بلي المقاومة في تونس راح تكون قوية وعندهم الاتحاد العام للشغل اللي هو تنظيم صحيح. قوي جدا يقدر يلعب يعني يلعب دور تاع مقاوماتي وتنظيمي ولكن هذا ما يمنعش أنه تدخل تاع الناتو في ليبيا اللي دمرها وفجرها ويعني فجر هذا الإرهاب الجهوي بالسلاح اللي خداوه اللي جاء من قطر اللي خداوه السلاح اللي كان موجود هذا أصبح يهدد كل المنطقة بيان سور احنا خايفين على وشفنا التدخل الفرنسي في مالي واش دار احنا محاصرين 6440 كيلومتر حدود وين الجيش تاعنا مرابط باش ما يدخلوش الإرهابيين يحاولوا من الشرق يحاولوا من الجنوب والميزانية زادت وهذا الشيء طبيعي ميزانية تاع الدفاع فهذا يبين باللي كاين تلاقي جونكسيون ما بين المصالح نتاع الشركات المتعددة الجنسية في الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والإرهاب
تنامي الإرهاب، تنامي الإرهاب، على خاطر ماكش الإرهاب والترهيب والترعيب من بين الوسائل باش يكون النهب الخارجي وتكون الهيمنة والاتهاد والاستغلال. صحيح، شكرا. الفيديو الموالي. Est-ce que vous êtes satisfait des annonces faites par le président de la République concernant les investissements étrangers en France ? Oui, je suis très satisfait et nous croyons vraiment qu'il y a des opportunités d'investissement en France, notamment dans la reprise de certaines activités, soit qui ont manqué de liquidités, soit des entreprises qu'il faudrait restructurer. Et avec nos investissements et nos avantages comparatifs dans nos pays, nous pourrions construire de grands groupes industriels en créant des emplois ici en France, en préservant des emplois ici en France et aussi en créant des emplois dans nos pays. On a le sentiment pourtant que ce sont des mesurettes qui ont été annoncées tout à l'heure par le président de la République. Ce n'est pas votre sentiment ? Écoutez, ça je ne peux pas vous dire, mais pour ma part, j'ai confiance au gouvernement français, j'ai confiance au président, de ce qui a été dit par le président François Hollande. Président François Hollande, bien. Donc, si j'ai bien compris, M. Rabarab, il voudrait prendre des devises maintenant. من بلادنا، دي دراهم من بلادنا، الموارد تاع المحروقات، كما يقترح ذلك المرشح علي بن فليس، يديو دراهم من الجزائر، عملة صعبة، يروحوا يستثمروا في فرنسا، ينقذوا الاقتصاد الفرنسي المنهار بسبب الأزمة تاع النظام الرأسمالي، بسبب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والأفامي، على حساب الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية تاعنا. إذا كان السيد ربرابع عنده ثروة بالعملة الصعبة وحاب يستثمر هذا الشيء، شغله. أنا ما عنديش تعليق على هذا، ولكن الخزينة العمومية من موارد تاع المحروقات اللي احنا بمأمس الحاجة إليها باش نشريو المواد الأولية باش يكون عندنا اقتصاد، قاعدين نعاودوا نعمروا في بلادنا احنا، فهذا الشيء غير ممكن، هذا الشيء غير منطقي. أنا متضامنة مع العمال في فرنسا اللي قاعدين يغلقوا لهم في المصانع تاعهم ويقضيوا على مناصب شغلهم، أنا متضامنة معاهم في الإضرابات نتاعهم في النضالات نتاعهم، ولكن احنا يا حابين نخرجوا من عنق الزجاج. كون سمعنا الشباب قبيله واش يقولوا، احنا محتاجين دراهمنا سيدي، زيتنا في دقيقنا وزادنا لولادنا، دراهمنا نستعملوهم من اجل الاستثمارات. الا كان عنده الدراهم شي بدا بون يستثمر شويه في الجزائر، بصح هو كمان لازم يستكثر خير قبل ما يستكثر خير هولندا، يستكثر خير الدوله الجزائريه اللي رجعته رجل اعمال بهذا الحجم من الموارد العموميه، من القروض اللي اداهم، من العقار اللي اداه، من التسهيلات اللي توفرت له، والا ما يتحطش ما بين الأوائل في القائمة الإفريقية تاع لا روفي فوربس. على الأقل يعترف بالجميل، يعترف بالجميل، ولكن المال تاعنا لي دوفيز نتاعنا لينا، الاقتصاد تاعنا للحاجيات نتاعنا. Sur ce plan je suis d'accord, mais il faut lui reconnaître aussi il a créé de la richesse. Je l'ai dit, il a créé, il a investi لهنا bien sûr بالقروض parce que هو à l'origine ما جاش un héritage من عند باباه ولا من عند جده, c'était des fonds publics, c'était les fonds publics, donc شيء aussi au moins يعترف بهذا الجميل. دونك اس الثروه سي فري كي لا كريي دي امبلوا, مي سي با طول التان ك الحقوق النقابيه تحترم, بالعكس ما تحترمش في الشركات نتاعو, يعني كاين ما كانش احترام لتشريع العمل, ولازم يولي يحترمو حتى هو, لازم الدوله تدخل وتاخذ الاجراءات اللازمه, ولكن دراهمنا احنا محتاجين لهم. سيد رويزة حنون, اخر فيديو. بلادنا التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة, وهي لم تكن قد استرجعت بعد استقلالها, أن تعتز باختيارها مقرا لهذا المؤتمر, وإننا لواثقون أن هذا المؤتمر الذي يكتسي أهمية بالغة سيمد حركة عدم الانحياز بدفعة جديدة في النضال المشترك الذي تخوضه شعوبنا لتدعيم استقلالها الوطني وتحقيق مطامحها المشروعة وتعزيز تضامنها من أجل قيام سلام دائم في العالم على أساس العدل والحرية والكرامة للشعوب.
احنا الان 40 سنة بعد اجتماع الجزائر قمة دول عدم الانحياز. ستالجيرين ومونك مدام حنون، يعني كيلي فوتر سونتيمون دابور بارابور ا سا ولا فوتر كومونتير؟ والله عدم الانحياز ما عندناش الوقت الكافي باش نتكلموا فيها. تعرف عند الاطباء لي راديولوج لا بوستور واحد كي يقول لك تروح دير الراديو سورتو على لي سيرفيكال، يقول لك دير لا بوزيسيون تاع لو نون اليني. ما تقدرش تتصور سكو سي. جي بيكي ان فوغير باسكو سي اون بوزيسيون كي مونتر باللي ما كانش موقف اون رياليتي، يا با بوزيسيون. هي نون اليني، هي لا موقف. وهذا سي با نورمال. كان حتى بلاد قال هذيك الحركه ما اثرتش اون رياليتي، ما اثرتش كوا. ماناش منحازين للشرق، ماناش منحازين للغرب، مي كوميم كي تخزر مليح تلقى بلادنا كانت عندها ميول. راح الوالي بومدين كان عنده ميول اشتراكية مضمون الثورة. ما نقدرش نحطه على قدم المساواة الرأسماليين و قال النظام الاشتراكي أنا ذاك في الاتحاد السوفيتي، ولو ما نيش متفقة مع ستالينية ومع هذه، ولكن يعني الدعم للشعوب ولا اللي كده ما كانش ممكن. سأفضل كانت سياسة ما هيش واضحة. هذا كما نسمع ببلادي، نسمع بالجزائر في الجامعة العربية اللي ما يشرفناش درك الانتماء لها، اللي عاد على رأسها قطر والسعودية، قال امتنعت في التصويت فيما يخص قرار جائر يتعلق بسوريا. علاش نمتنع؟ نصوت ضده ونصرخ ونسمع العالم كل وندير تعبئة ونتناقش. فهذا تذبذب، هذا تذبذب. لكن هذاك الوقت كانت تبان لهم بلي هذه الحركة طلائعية. أنا وش يعجبني أكثر سي أميل كارك أبغال اللي قال الجزائر هي مكة الثوار. خاطر كنا نستقبل كل ثوار ودعمنا المناضلين الجمهوريين اللي كانوا يناضلوا ضد فرانكو في إسبانيا، واللي كانوا ضد الغجيم سالازار في البرتغال، واللي كانوا جايين من الشيلي، واللي جايين من الأرجنتين، واللي ضد الدكتاتوريات، والقضية الفلسطينية اللي حملناها وما زلنا حاملينها. المكانة تاع بلادنا تقهقرت بسبب المأساة الوطنية. تراجعنا لأنه يعني ما عدناش في ما عادش عندنا الوسائل، ولو أننا ما قطعناش مع التقاليد نتاع البلاد. على هذيك اليوم في سنة 2014 وإحنا على أبواب رئاسيات، من بين الأهداف اللي لازم نسطروها أنه بلادنا تستعيد مكانتها. صحيح حاولنا نعاون مالي، مسحنا المديونية تاع بعض البلدان الأفريقية، وأنا شخصيا أتشرف بهذا القرار. مسحنا المديونية تاع العراق، مسحنا المديونية تاع اليمن، وعطينا 100 مليون يورو لتونس ونصف منهم يعني مساعدة، والباقي وقت ما يحبوا يرجعوه. وأنا شخصيا قلت للوزير الأول السابق سيد سلال قد ما نقدروا ندعموا، خاطر حصانتنا من حصانة جيراننا. صحيح. من حصانة جيراننا وأشقائنا. ما نقدروش احنا نبنيو اقتصاد قابل للدوام ونديروا السلم في بلادنا ونديروا الديمقراطية، نستكمل مسار السلم، نديرو كدا، نديرو كلش، نكونوا هانيين والنار شاعله حوالينا والجوع داير، الناس تهرب وتجي لعندنا. احنا ولينا درك ملجا بالنسبه للعديد من البلدان الافريقيه. فلابد نساهم وكونتخير نستعيد المكانه نتاعنا، وباش الصوت تاع الجزائر يولي مسموع اكثر كما كان في العالم. ولكن الصوت تاع الجزائر كان مسموع بسبب يعني البعد تاع الثوره التحريريه. صحيح. بسبب القرارات صايبه والموقف مع فلسطين، وبسبب هذاك القرار التاريخي انت وريت لي راح الهواري بومدين عندما قرر يوم 24 فبراير تأميم المحروقات. قررنا تأميم المحروقات وتحدى بها العالم كل. ومن بعد قال البترول تاعنا نشربوه ونرميه في البحر وما نبيعوش بهذه الاسعار، وداروا علينا هذيك لا موسيون، وداروا علينا هذه مقاومه. وهذا البعد تاع الثوره اللي مشى. ولكن للاسف نظام الحزب الواحد اقضى على العديد من المكاسب على مكانه الجزائر، غرقنا في المآسي بما فيه المأساة الوطنية، هو اللي تسبب في انتشار الفساد، هو اللي يعني خلى شبابنا في ضيق. وعلى هذيك اليوم باش نفتح الأفق الأوسع لبلادنا، باش يكون هاد 17 أفريل انطلاقة جديدة، ونهزم اليوم اللي قاعدين يتصرفوا وكأنهم حركة جدد اللي ناديوا للتدخل الخارجي، باش نثبتوا السيادة الوطنية نتاعنا، وباش يعني السيادة الشعبية تترسخ، وندير انطلاقة جديدة لبناء الصرح الديمقراطي. أنا أعتبر أنه هذه فرصة باش الشعب الجزائري في نفس الوقت يثبت المكانة نتاع الجزائر وتستخدم
تستعيد كل القوة نتاعها واللي كانت هي القدوة، القدوة اللي تبعوها في واللي يذكروها في مختلف البلدان يعني الإفريقية. وبالتالي هذا موعد مرة أخرى مع التاريخ، هذا موعد مع القدر، وعلى هذيك احنا كلنا مسألين. وأنا عارفة أن الشعب الجزائري مهما كان كانت المعاناة ومهما كان، ولكنه دائما يتحمل مسؤوليته. متفائلة سيدة لويزة حنون؟ أنا عندي ثقة في قدرات الشعب الجزائري، قدراته على الفرز، يعرف شكون عدوه وشكون حبيبه. واللي يحسب الشعب مغفل راهو غلط، راهو غلط وما ينساش أبدا. وعلى هذيك يعني الاستمرارية تاع الثورة الجزائرية تتمثل اليوم في الحفاظ على المكاسب نتاعها، وأول مكسب هو الحفاظ على كيان الأمة الجزائرية. أنا توجهت لضمائر وعقول المواطنين والمواطنات ولقيتهم واعيين بالرهانات ومستعدين يتحملوا مسؤوليتهم. ومرة أخرى يا رب تخرج بلادنا سالمة إن شاء الله. شكرا جزيلا جزيلا سيدة لويزة حنون على هذا الحوار الصريح والشيق والمباشر. سعدنا معكم سيداتي سادتي باستضافة السيدة لويزة حنون. مش عارف إذا حبيتي كلمة أخيرة أو نكتفي بهذا القدر. إذا حبيت خلاص يعني نشكركم على حضور هذا البرنامج، نشكركم على تحملنا، نتمنى أن نكون قد تطرقنا إلى كل النقاط الهامة في برنامج التي تودون التعرف عليها في شخص لويزة حنون في برنامج لويزة حنون. موعدنا معكم في حلقة مقبلة، وموعد الجزائر مع 17 أبريل 2014. سلام.